بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم. اليوم إن شاء الله سنتكلم على أضرار العادة السرية. هذه العادة السرية فهي خطيرة، لذلك نهى عليها الشرع الإسلامي، فهي تؤثر على الانتصاب وتسبب الضعف الجنسي والقذف السريع. فهذه مشاكل تسببهم مستقبلا لأنها لا تظهر تأثيراتها مباشرة، فتسبب القذف السريع، ضعف الذاكرة، والاكتئاب، الكسل، والخمول، والنسيان، والإرهاق. هذا فقد اختصرنا، أما هناك مشاكل أخرى كثيرة تسبب احتقانات في الحنين، الشعور بالذنب عند الفتيات، تسبب اضطرابات في الدورة الشهرية وما جلدية، ممكن أن تؤدي إلى تمزق غشاء البكارة عند الفتيات ويصبحن في مأزق. نتكلم عن علاج الوقاية. تجنب النوم في الملابس الشفافة، الاستحمام بالماء البارد، ممارسة الرياضة. الرياضة مع الماء البارد، تجنب النوم في الملابس الشفافة، تجنب مشاهدة الصور والأفلام المثيرة والنساء العاريات، تجنب لمس الأعضاء التناسلية، شرب غرامين من نقيع أوراق الفجل، غرامين من أوراق الفجل على شكل نقيع تشرب في اليوم بعد الإفطار أو قبل النوم، فهي جيدة لذلك. ونشكركم إلى حلقة أخرى إن شاء الله في برنامجكم عالج نفسك بالأعشاب، والسلام عليكم. انشر الفيديو ولك الأجر والثواب.